هوي، ازيكم؟ واهلا بيكم فيديو جديد. فيديو النهارده عندي لكم سبع تطبيقات لازم كل فوتوغرافر او اي حد بيصور صور، اذا كان موبايل او بالكاميرا او ايا كانت الطريقه اللي انت بتصور بيها، اذا كانت كاميرا موبايل او حتى كاميرا فيلم قديمه، لازم التطبيقات دي تبقى موجوده عندك على الموبايل. ودي تطبيقات اساسيه جدا لاي فوتوغرافر هو بيستخدمها. فبدون اي تاخير خلونا نبدا. التطبيقات دي انا قسمتها لثلاث اقسام. اول قسم هو قسم تعديل الصور، وده القسم اللي انت هتستخدمه في انت تعدل الصور بتاعتك قبل ما تنشرها. تاني قسم هو قسم قبل النشر، ودوت اللي انت بتجهز فيه الصور بتاعتك قبل ما تنشرها على المواقع السوشيال ميديا بتاعتك. تالت قسم بتاعك اللي هو التلاتة، مش عارف دي مش مظبوطة. تالت قسم وهو اللي انت بتجهز عليه او بتعرض عليه الشغل بتاعك، وده القسم تقريبا الاهم واحد اللي هو في كتير بيهملوه وبيهتموش بيه قوي، هو والقسم اللي قبل النشر. بنشر وخلاص ما بنركزش فيها، فالتطبيقات ديت ممكن تساعدك جدا. اول قسم اللي هي تطبيقات تعديل الصور، عندك تلات تطبيقات اساسيين لازم تكون بتستخدمهم او على تكون جربتهم مرة واحدة على الاقل. اول تطبيق وده تقريبا اسهل واحد ومجاني، تقدر تحمله على طول من البلاي ستور او الاب ستور، وهو سناب سيد. طبعا اتكلمت قبل كده عن سناب سيد، وتاني تطبيق فيهم هو لايت روم، واخر تطبيق هو بيكس ارت، هتكلم لكم فيها بشكل ملخص كده. بتلخيص، سناب سيد برنامج فيه كل حاجه بس مش محترف في اي حاجه، بمعنى ان انت ممكن تعمل ايديت للصوره بتاعتك من برايتنس كونتراست شادو هايلايت فايبرنس ساتوريشن، كل حاجه تقدر تضيف شويه افكتات، تقدر تعمل عليه شويه افكتات جميله جدا، تقدر تفتح عليه الملفات الرا، تقدر تعمل عليه حاجات كتيره جدا، وتقدر تحط عليه التكست بتاعتك. دوت حاجه هو بيكس ارت بس يقدروا يعملوها، ان انت تضيف افكتات وتضيف تكست وتعمل دبل اكسبوجر وكلام من ده. يعتبر برنامج كويس جدا لو انت مبتدئ وعايز تجربه، موجود منه بنسخه عربيه وانجليزيه، فهو سهل جدا الاستخدام، والواجهه بتاعته بسيطه وسهله وجميله جدا، وكل اللي بتعمله سلايد يمين وشمال وخلاص، ما بتعملش حاجات معقده فيه. فلكن مش احترافي جدا في كل حاجه، ممكن تطلع منه شغل جميل جدا بس مش احترافي بدرجه كبيره، مش مختص بحاجه معينه. هو بيعمل ايديت للصور بس مش مختص في ايديت معين في الصوره ايه، على عكس بقى اللايت روم. لايت روم برنامج كلنا بنستخدمه، كل الفوتوغرافر تقريبا بيستخدموه، ان هو بتقدر تعمل بيه الاضاءه والالوان بشكل احترافي جدا، مختص بالتحديد في الإضاءة والألوان، مش مختص بأي حاجة تانية، إضاءة وألوان فقط. ممكن تعمل بيه حاجات تانية، تفايق بيه إفكتات فوتوشوب وإنك تشيل الحبوب وتنعم بشرة وكلام من ده، بس ما بيبقاش مختص فيها وما بيبقاش كويس قوي فيها، لأن هو بيبقى حاجة بدائية وأساسية جدا، فهو مش محترف فيها. بس اللي بيحترف فيه وكل الفوتوغرافر المحترفين بيستخدموه الإضاءة والألوان، تحديدا الألوان. ده تطبيقه الأخير وهو بيكس أرت، كلمة واحدة هو فوتوشوب. من الاخر انت بتستخدمه بديل الفوتوشوب على الموبايل، مجانا تقدر تستخدمه، تقدر تعمل بيه كوليك، تقدر تعمل بيه تصميمات، تقدر تعمل بيه اشكال غريبه، تقدر تعمل بيه افكتات كتيره، فهو تطبيق تقدر تعمل بيه كل حاجه زي الفوتوشوب، ولكن ليميتيشن كتير كده اهوت. فانت لازم تستخدمه مع لايت روم، لان انت مش هتعرف تعمل اديت محترف زي ما انت تستخدمه على لايت روم، فانت ممكن تستخدم لايت روم وسناب سيد، او تقدر تستخدم لايت روم وبيكس ارت، فانت ليك حريه الاختيار، او ممكن تجرب الثلاثه وتشوف اللي ينفعك. القسم الثاني وهو التجهيز قبل النشر، دوت فيه تطبيقين وهما انفولد وكول جرام. انت لو انت بترفع الصور بتاعتك على الانستجرام، فانت لازم تستخدم تطبيق من التطبيقين دول. اللي بيعملوه بشكل مختصر ان انت ممكن تقسم الصوره 2 او 3 او 4 او 6 او 9، تقدر تقسمهم بالشكل اللي انت عايزه، تقدر تعمل صوره لاندسكيب بالطول، وتفضل تعمل سلايد اليمين عشان تشوف الصوره كامله. لو انت عارف الانستجرام ما بيدعمش غير الصور بالطول، ولو حطيت صوره بالعرض فهو بيكرمشها كده، بيضغطها وبتبقى شريط صغير، فدوت ممكن يقسم لك الصوره لثلاثه او اربعه او خمسه وتخليها زي بانوراما طويله كده. فدوت لازمه التطبيقين دول كل واحد بيعملوا ايه. انفولد دوت تطبيق تقدر تحط بيه صورتين جنب بعض، تقدر تحط اربع صور في صفحه واحده، تقدر تحط خمس صور في صوره واحده، تقدر تكتب كلام عليه، تقدر تعمل لك كاستمايزيشن زي ما انت عايز. ده اختصاصه اكتر في الستوريز، يعني انت ممكن تحط عليه صوره او صورتين او 10 حتى، وتقدر تكتب عليهم كلام وتقدر تقارن بيهم وتحطه بعد كده على الستوري على الانستجرام. هو اختصاصه اكتر الستوري الانستجرام، تقدر تظبط بيها الستوري تخلي شكلها حلو اكتر. اما بالنسبه لكل جرام فدوت او كل جرام، يعني كل جرام تقريبا جرام ما فرقتش دوت بيستخدم في انك تقدر تقسم
الصورة من الآخر هو بيقسم الصورة، بيقسمها لك لأكتر من صورة. الصورة تقدر تقسمها 3 أو 6 أو 9، ممكن تقسمها زي ما أنت عايزها، حتى 12 وأكتر كمان. لا طبعا بتزود تلاتات. ممكن تقسم الصورة تخليها صورة واحدة كبيرة جدا، لو عايز تبان تفاصيل تقسمها على 9 أو 12 عشان تشوف تفاصيل أكتر. طب الصورة واحدة متقسمة لكذا صورة، اللي هو الصور الصغيرة اللي أنت عارفها ديت، ممكن تخليها صورة البانوراما، تخليها كذا صورة ورا بعضها في نفس البوست، وده هيخلي الصورة البانوراما تبان أكتر. ممكن تعملها برضو على نفس الشيء على الستوري، ان الصوره تبقى ماشيه معاك بانوراما برضو. يعني ممكن تعمل بيه كذا حاجه، وكمان هو بيديك ابعاد انستجرام مظبوطه، مش محتاج تضغط، مش محتاج تعمل خدعه اللي انا كنت عاملها قبل كده بتاعت اللي انت تشوفها في الفيديو اللي هنا في الاي اللي هنا ديت، فبيسهل عليك الامور جدا. ثالث قسم واللي يعتبر تقريبا اهم قسم بعد اديت الصور، وهو النشر. تنشر فين صورك وشغلك؟ احنا عندنا مثلا السوشيال ميديا، عندنا انستجرام، عندنا الفيسبوك، عندنا تويتر، عندنا سناب شات، حتى ممكن عندنا مواقع كتير جدا ممكن ننشر على الصور بتاعتنا. ولكن في موقعين اساسيين كلنا بنغفل عنهم، وانا منهم، ومش بنشر عليهم كتير وكلنا بنغفل عنهم. اول واحد هو بنترست، ودوت اللي احنا بنشوف من عليه الصور عشان يجيب لنا افكار للصور والشغل بتاعنا، وكمان بنرفع عليه الشغل بتاعنا. تاني واحد هو بيهانس. البيهانس تقريبا على فكره مجاني، وتقريبا احنا ما فيش حد فينا بيستخدمه غير ناس قليله جدا. البيهانس نبدا اول بحاجه بالبيهانس. طبعا فيكم ما يعرفش البيهانس ده، تطبيق او موقع ترفع عليه الشغل بتاعك، اذا كان صور او فيديو او خدمه، اي حاجه انت بتعملها بترفعها او تصميم بترفعه على البيهانس، وبيرفعه بالكواليتي الكامله بتاعته. يعني الصوره 10 ميجا هتترفع 10 ميجا، تقرب للصورة، تعمل زوم لغاية العين تشوف تفاصيل العين. فده ميزة بيهانس، ان هو بيخليك ترفع الصور وشغلك بالكواليتي الكاملة بتاعته، من غير لما يضغطها، من غير لما يغير ابعاد، من غير لما يعمل اي حاجة خالص. التطبيق بقى احنا بنستخدمه في ان احنا نشوف بس الصور لكن ما بنرفعش عليه الصور، وهو بنترست. بنترست تقريبا كلنا نعرفه، ان احنا لو عايزين فكره لاي صوره، عايزين شكل لاي صوره، عايز اوقف الموديل ديت بوز معينه، فبفتح بنترست بدور على بوز معينه وبعد كده اصورها صوره شبهها. ده اللي احنا بنستخدم عليه بنترست. بس هو انت كنت تعرف ان انت ممكن تعمل ابلود للصور بتاعتك وشغلك على بنترست بكل سهوله؟ ممكن تعمل كده وتنشر شغلك، وطبعا كل الفوتوغرافر بيستخدموا بنترست عشان يشوفوا البوزات والشكل والصور بتتصور ازاي، ويحاولوا يعملوا شكل ليهم او ستايل خاص بيهم على اساس الصوره دي، بيجي لهم انسبريشن بالصوره دي. فانت لو عملت كده ده بيبقى زي تسويق غير مباشر ليك انت. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبك متنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، تعمل شير لكل اصحابك، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.